رايكم انزل ماده مسموعه نسمع سوا، وانا متاكد من التغير كثير من المفاهيم تجاه الركن الثاني من اركان الاسلام. اقول يا شيخ، انا بناتي يصومون لابوهم المتوفي، صيام هو كان مفرط، ما يصوم اللي يعني يفطر في رمضان، فهذا يجوز ولا صدقه ولا كيف؟ هل هو كان يصلي محافظ على الصلاه؟ والله مفرط يعني يضيع بعض الصلوات؟ اي يترك، والله يترك سنين، هو يترك ومات على ذلك ولم يتوب. والله الا يعني يصلي هو احيانا في البيت، احيانا الجمعه، احيانا. لا انا قصدي هل يترك الصلاه نهائيا او قصدي ما يصلي مع الجماعه؟ لا الجماعه ما يصلي معها مره، لكن ما يترك الصلاه. هل يتركها والله يا شيخ؟ متعمدا كسلا يعني كسل. هذا لا يصام عنه ولا تنفعه الأعمال الصدقة إذا مات على ذلك، والعياذ ولا الصدقة ولا شيء، ولا يستغفر له. أحسن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعتوا أنتم لعب نمين؟ سألت الشيخ عن الصيام لشخص متوفى وهو لا يصلي عمدا، قال الشيخ لا يستغفر له ولا تقبل منه كل الأعمال، والأعظم من ذلك اسمعوا كلام ابن عثيمين. إذا مات الإنسان وهو لا يصلي فإنه لا يجوز أن يدعى له بالرحمة ولا أن يهدى إليه ثواب شيء من الأعمال الصالحة، بل ولا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. والواجب على أهله إذا مات وهو لا يصلي، الواجب عليهم أن يخرجوا به في الصحراء بعيد عن المنازل، فيحفر له حفرة ويدفنه فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الله لا تجعلنا منهم يا حي قيوم. أنا ليش نزلت مثل هالمادة؟ لأن في ناس كثير بهالزمن مو بيصلون. إي والله يا جماعة مو بيقعونه. عشان كذا ودي تصل مثل هالمادة لأكبر شريحة من المجتمع عشان يحسون بخطورة الموقف وتسقط عنا الحجة. والله فيو.